السياحة في تونس قطاع مهم وحيوي ويلعب دور كبير، وتسليط الضوء على المشاكل اللي تعاني منها النزل كان محور لقاء نظمته جامعة النزل السياحية في معرض السياحة. قطاع النزل في المديونية في عند البنوك التونسية، مش مديونية، الكريونس كلاسي عنده 20% من الكريونس كلاسي تاع البنوك الكل، وبداو يخدموا ان ليفغ بلون كتاب ابيض اللي باش يلقاو فيه حلول. معناتها ستام بروغرام اللي ان شاء الله يفا سوفي لو بروبليم دو لونديتمون في لوتيلري بور لي زوتيلي اي بور لي بانكي، معناتها اتس سي ميوتشالمون افونتاجو ان شاء الله. ورغم المشاكل الا انه السياحه الداخليه يبدو انها ساهمت في انقاذ الموسم وتحفيز المشرفين على القطاع السياحي للتفكير في تطوير سبل للترويج. احنا من 2011 فهمنا شنو دور السياحه الداخليه بالنسبه لتونس، فهمت جوست من بعد لي زاتونتا ومن بعد لا ريفولوشن وكل السياحه التونسي جو ان رول انورم معناتها في السياحه الداخليه. ان 2016 30% دي نويتي معناتها المقاضات ليالي مقاضات في الوتله هي سي دو توريزم لوكال سياحه داخليه. نحبوا ننظموا هالسوق الداخلي، هي سوق مهمه ومهمه جدا، تبقى يلزمها تزيد تتنظم شويه. السياح ما عادش يجي راهو النزول لك هاو، معناها جاي باش يقعد باش يعدي في الشط ويعوم ويروح، سي فيني. العقليه تتبدلت، لو كليون فيان فيف اون اكسبيريونس اي لي تراديسيون لو باتريمون دو بيي سون اون كومبوزون تري امبورطون دو سيت اكسبيريونس. رغم المشاكل اللي شدها قطاع السياحه لانه تبقى بوادر الانفراج ممكنه في ظل عمل الهام للمشرفين على قطاع السياحه وايمان التونسي بدوره في النهوض بالسياحه التونسيه.